كابتن احمد، على الجانب الاخر عندنا محمد الشناوي ونوير، الاثنين كل واحد في مكانه. يعني نوير في المانيا واحد من افضل، اكيد ان لم يكن الافضل، اكيد هو الافضل. في بايرن ميونخ نفس الكلام، الشناوي نفس الكلام في مصر وفي النادي الاهلي، وبالتالي المقارنه بينهم، هل من الممكن ان احنا نتكلم عن مقارنه ما بين الاثنين؟ ما فيش شك، انت لو قارنت هتقارن بالحته اللي هو فيها. يعني زي ما الكابتن تفضل وقال ان احنا بنتكلم في مكان اقليمي، نوير يعتبر من احسن حراس اوروبا على الاطلاق، الشناوي يمكن احسن حارس في افريقيا تماما. انما الكره الاوروبيه عشان تقارنها بالكره الافريقيه فانت ظالم، ظالم لنفسك وظالم لغيرك. ايوه، انما كحارس لا، الشناوي حارس كبير، حارس محترم. نوير كتير مننا بيتعلم منه حاجات كتير واحنا بنلعب واحنا مبطلين دلوقتي. عنده نقاط ضعف نوير؟ اكيد عنده نقطة ضعف كبيرة جدا، بس صعب. يعني ايه؟ بص، مشكلته كبيرة جدا لما بيتفلسف في نص الملعب، لما بيطلع بالكرة قدام. هو بيعرف يرقص وبيعرف يلعب كرة كويس جدا، بيعرف يحط باص برجله اليمين وباص برجله الشمال كويس جدا. انما مشكلته الرئيسية انه ساعات بيتفلسف، ولو ضغط عليه واحد ممكن يرقصه وتتقطع منه، حصلت قبل كده كتير. يمكن طبعا الكروسات، هو ما بيطلعش على الكروسات كتير، خلي بالك. نوير دايما بيلعب على التانية، اي كروس هتلاقي نوير واقف تحت الثلاثة ياردة او الاثنين ياردة بيلعب على التانية. هو مميز جدا في التانية، انما يطلع ياخد اوفرات وما ياخدهاش كتير. لو انت يعني متابع للدوري الالماني، متابع لبطولة اوروبا، نوير ما بيطلعش ياخد اوفرات، نوير على طول بيلعب على التانية. بس ده ليه؟ يمكن الاوفرات بتاعت اوروبا والمانيا بتتعمل قوية جدا في السكس ياردة، يا دوبك على راس الناس، فالحارس لما بيطلع بيغلط نفسه. فهو بيلعب على التانية وبيلعبها كويس جدا جدا جدا. عنده مشكلة في يعني في الانفراد. هقول لك حاجة، لو تفتكر الجون اللي جابه بركات، كان اسيست تريكا تقريبا، وبركات حطها من جنب رجله وهو رايح يقابل. حتى لو المسافه بعيده، احنا بنقول للحارس وانت رايح تقابل، المسافه بينك وبين اللعيب 4 متر 5 متر، ما تروحش نجمه، روح افرد جسمك وروح على الكوره بجسمك كله. انما هو من جميع الاتجاهات في المسافات حتى البعيده بيروح بجسمه كله، بيعمل النجمه دي اللي هي زي بتاع كره اليد. لو يعني اكيد حراس المرمى فاهمين قصدي كويس، واكيد في اخر حتى فرته بالليل في بالزبط. اخر المباراه، فانت انت كل اللي انت بتعمله مسافات بعيده، حاول تحط جنب رجليه على الارض، لان هو مش هيترمي، انما هو هيطلع يقفله. ما شاء الله، حاجه واسعه وعريضه كده، حاجه عريضه كده واسعه. يعني ما شاء الله. فانت العب من بعيد، لو قربت له انت الخسران، لو قربت له في انفراد انت الخسران. والكروسات لو ما عملتش كروسات بره 6 يارده مش هت، يعني بص مش هتعرف تلعب على الجول. انما في الحته ما بين ال 6 يارده والبنالتي، او جوه ال 6 يارده بيارده والبنالتي، نوير مش هيطلع، هيلعب على الثانيه بس. انا بقول انه ما بيعرفش يلعب على الثانيه، لا هو بيعرف يلعب على الثانيه كويس جدا ومميز فيها، بس هو في الحته بتاعت الكروسات جوه ال 6 يارده او بين البنالتي وال 6 يارده ما بيطلعش خالص. فانت طبعا الشوتينج هو متفوق فيه بطريقه فظيعه، وعنده حركه رجلين وما بترميش كتير. اللي يبص على نوير مش من النوع اللي بيستنى عشان ياخد خطوه ويطير، لا، نوير تلاقيه بيتحرك برجليه كده، عارف، زي الضفدعه كده، ويقوم عامل التراي بتاعه من مكانه. فهو عنده سرعه فوتورك عالي جدا جدا جدا. اكيد الشناوي عنده ده، بس الشناوي في اللعب بتاعنا احنا ممكن يكون بيريح خط الدفاع انه بيطلع ياخد الكورسات، ودي مهمه جدا بكره لو اتعمل كورسات، ان هم ما بيعملوش، ما بيروح على الخط ويعملوا لتحت اللي جاي بوشه. فدي الشناوي لازم برده ما يطلعش كتير، وما يروحش يقابل الناس اللي بره، لانه خلي بالك لو رحت قابلت الناس اللي بره انت بتفتح الجون كله وراك. حاول تبقى متمركز في المرمى كويس، العب على الثانيه. اعتقد ان المباراه بكره 70% لو كسبنا ان شاء الله هيكون الشناوي نجم المباراه الأول.